اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في القاهرة اليوم مع سعادة السيد خليفة شاهين المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات الأخوة التاريخية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات، وتدارس سبل تعزيز وتنمية أوجه التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أشمل بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك.